عارفين كم مرة ذكرت كلمة محرقة في الكتاب المقدس؟ حوالي 200 مرة. ليه؟ أصل من غيرها مفيش خلاص ومفيش قداسة، واللي يقولك غير كده هيوديك جهنم، لأنها الحاجة الوحيدة اللي بتفرح ربنا. وتوقد كل الكبش على المذبح، هو محرقة للرب، رائحة سرور وقود هو للرب. إزاي يا رب تكون مسرور بالذبح والحرق؟ هو مينفعش حاجة تاني تفرحها غير كده، لأن هو ده الطريق الوحيد للقداسة. فإن الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى الأقداس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة. لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب، ومن غير قداسة لن يرى أحد الرب. عشان كده المسيح قد ذبح لأجلنا عشان يقدسنا. طب إزاي بتحصل عملية القداسة؟ أول خطوة في التقديس، وتأخذ الكبش الواحد فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش. كل كاهن يعني كل مؤمن لازم يحط إيده على رأس الكبش اللي بيرمز للمسيح. وده معناه إيه؟ معناه إني بعلن احتياجي للقداسة، ومش ممكن هتقدس لو ما شعرتش باحتياجي ليها. تاني خطوة، فتذبح الكبش وتأخذ دمه وترشوه على المذبح من كل ناحية. ما فيش قداسة من غير سفك دم ورش الدم على المذبح من كل ناحية، وده معناه شركتنا مع الرب لما نعيش حياة الموت. عشان كده بولس قال إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. اللي عايز يحافظ على نفسه مش ممكن هيتقدس. لو ما سلمتش نفسي بالكامل للذبح والحرق هيستخدمني الشيطان لإدانة الناس والطعن في الناس. تالت خطوة، وتقطع الكبش إلى قطعه. المسيح ماهر جدا في التقطيع. يعني إيه؟ يعرف يقطع الخبث والمكر، يعرف إزاي يقطع الظنون وكل فكر مش خاضع ليه. عشان كده بيضطر المسيح إنه يعمل فينا أعمال مش بتعجبنا، لكن هو عارف هو بيعمل إيه. رابع خطوة، وتغسل جوفه وأكارعه وتجعلها على قطاعه وعلى رأسه. الجوف هو أعماق الإنسان، والرجلين رمز لسلوك الإنسان، وكل ده لازم يتغسل بالكلمة عشان تطهر أعماقنا وسلوكنا. لكن العجيب هو إزاي كان بيحط الذبيحة على المذبح؟ الرأس وبعدين القطع وعليها الأحشاء والأكار. وكأن ربنا عايز يقول لنا أن أول حاجة لازم نحطها على المذبح هو رأسنا. ليه؟ عشان لازم نحط أفكارنا على النار، وده أعظم طريق للقداسة، الفكر الخاضع لربنا. هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. وبعد الرأس كل قطع الكبش. طب يا رب مدام الكبش هيتحرق كله، ليه لازم يتقطع؟ لو عايز تتقدس لازم تتقطع حتت صغيرة عشان كلك تستوي وكلك تكون ظاهر قدام ربنا، وبالطريقة دي يتحرق كل الكبش. أخيرا المسيح بيدور على المحروقين زيه لأنهم اتقدسوا بالكامل عشان تطلع ريحة الحريق رائحة سرور للرب. وهو ده هدف المسيح في الكنيسة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبالعيب. وزي ما الابن أصر الآب جدا باحتراقه الكامل على الصليب، المحروقين كمان هيسروا الآب جدا لما يمجدوه وسط الضيقات والمصاعب. وبكده نكون ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله.